في عرق مولع. انا كده ما نكملش. هنجيبه ازاي ده؟ لانه ده بيبقى بيلف، لما انا كنت تحت هنا هتحس هيجي ازاي ده؟ لا احنا ورايا. في حاجة مولعة؟ بص بيقولك في حاجة مولعة هنا برضه اهي. الناس دي اتحرقت مرة واثنين وثلاثة قبل كده، وعملنا شكوى في الحي، ويجي ولا كأن حاجة، وخدوه ومراته ولعت قبل كده، راحت المستشفى، وقبل كده كذا مرة بيعبي أنابيب. يعني يجيب أنبوبة يعبي أنابيب الصغيرة، وبيتاجر في الأنابيب وما عندوش خبرة. تمام. واتحصل قبل كده كذا مرة. والضرر جالنا اهو. هو بلغ لينا تليفونيا ومن شرطة النجدة ومن أكثر من جهة بلغت، وكان في بلاغات متعددة على وجود مستودع بوتاجاز وحصل فيه حريق. انتقلنا بعدد 5 عربات إطفاء وعربيتين إنقاذ، والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى قدرنا إن احنا نسيطر على بلاغ الحريق في وقت قياسي. لكن كانت المشكلة بالنسبة لنا المبنى قديم ومتهالك، فكان في انهيار في الحوائط وفي الأسقف والمعلقة، واحنا شغالين تبلغ لينا بوجود طفل عنده 4 سنوات أسفل الأنقاض. فاحنا دلوقتي بنأمن نفسينا القوات اللي معانا وبندور على الطفل اللي هو اللي 4 سنوات. الحمد لله، لكن ما فيش اصابات جسيمه الحمد لله رب العالمين.